رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة على إحالة طلب المناقشة العامة بشأن تعزيز الصادرات المصرية إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق واصل خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة أحال رئيس المجلس عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد بها من توصيات. تلا ذلك نظر طلب مناقشة عامة مقدم من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه. في الوقت الذي ترفع فيه الجمهورية الجديدة راية التنمية بمعناها الدائم والشامل الحقيقة وتطبق برامج واسعة للإصلاح الاقتصادي، يصبح التصدير أحد أهم الآليات التي تحقق مبالغ واسعة وكبيرة من العملة الأجنبية، وتصبح الصادرات الزراعية من النماذج الواسعة ذات الميزة النسبية الكبيرة في منظومة الصادرات المصرية. وخلال المناقشة شدد عدد من النواب على ضرورة تعزيز المتابعة والرقابة لضمان الحفاظ على المواصفات والجودة المطلوبة لتحقيق تنافسية عالية للمنتج المصري. إن طلب المناقشة العامة لتعزيز سبل زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والفواكه يدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي، ويأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية. من جانبها أكدت الحكومة أن قطاع الزراعة شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي. وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والتعقيب ورد الحكومة إلى لجنة مشتركة لبحثه وإعداد تقرير عنه.